بعض الأعراف، يعني بعض المغالاة، مثلا المغالاة في الزواج، المغالاة في الحفلات التي ترهق الكواهل، التي ترهق الشباب والشابات والشابات والشباب وأولياء الأمور وإلى آخره. هذه حقيقة ظاهرة ليست بجيدة، وليست من الأعراف التي نريد أن نتمسك بها أبدا. ولما أقول أعراف، حقيقة البعض منها جاء متأخرا، يعني لم تكن أعراف في الماضي. في الماضي يعني الناس يقنعون بالقليل، لكن حياتهم كانت هكذا، كانت مستواهم المعيشي كان يختلف، ما في شك. المستوى المعيشي الآن اختلف، لكن مع هذا يجب أن نحافظ. هل هذا الشاب، وأنا أوجه إلى الشاب الحقيقة هذه المرة يعني، وليست الشاب، لأنه هو الزوج في مجتمعنا الذي هو يصرف، يريد أن يدخل كما يقولون أش الزوجية مثلا، وهو مثقل بالديون وبالهموم وبالمشاكل الاقتصادية التي ليس لها أول وليس لها آخر. أبدا، ما مفروض أن يكون هذا أبدا. وأنا أقولها، ولو الكل وقفت رجل واحد وقالوا لا لهذا النوع من الأعراف، والكل قال لا، أنا والله هذا الذي أقدر عليه من المهر هذا. المهر نحن حاولنا وأمرنا يعني بطريقة رسمية أقله 500 وأعلى لا 2000، يعني فلينفق كل ذو ساعة من ساعة، وهذه حدود أعتقد أنها معقولة. لكن في الظاهر هذا هو الأمر، ولكن ماذا يحدث؟ وأنا أعلم هذا، أن تحدث الأمور الأخرى. نعم هذا هو، نتقيد بهذا الله، لكن فيما بعد جيب وجيب 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 هذا جيب سيارة، جيب ما أعرف إيش، جيب ما أدري إيش، سوي ما أعرف إيش، جيب حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. فلماذا هذا؟ ولو الكل قال لا لاختفت هذه